الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنكم: إذا أردت أن تؤجر بمجرد النيات فاجعل ميلك إلى الخيرات عزما صادقا لو قدرت عليها. أما الذي يميل إلى الخيرات من غير اهتمام بها ولا إعمال خاطر في الوصول إليها فهذا تمن كاذب لا أصل له ولا أجر فيه. وهذا المعنى بعينه هو الذي جاء النهي عنه: إياكم وهذه الأماني فإنها أودية النوكى. هذا قول الحسن البصري رحمة الله عليه. ورحم الله سيدنا الحسن البصري وأعلى درجاته وجمعنا به في أعلى جناته. صح أخذه وتلقيه عن سيدنا علي بن أبي طالب، فقد ولد الحسن البصري لسنتين بقيتا من خلافة سيدنا عمر، فما توفي سيدنا عثمان إلا وقد جاوز 14 من عمره، فما توفي سيدنا علي إلا وقد جاوز 18 أو 19 من عمره، وقد أدرك من البدريين 70 من أصحاب بدر، وكانت آثار ما تلقى عن الصحب بادية عليه مشرقة على أحواله وأفعاله وأقواله عليه رحمة الله. الحسن بن سعيد البصري أو بسعيد استشهد بكلامه في مسألة مهمة، وهي أن النية إذا اقترنت بها العزيمة وكانت مرادا للناوي يسعى بإمكانياته لتحقيق المراد الذي نواه ولا يتأخر ولا يتراخى عندما يتمكن منه، فهذه نية صادقة تترتب عليها المثوبة ونيل الدرجات. وأما الذي مرر على خواطره نويد بأفعل ثم له ويسعى لتحقيق ذلك ولا يأخذ الأسباب، وإذا تيسرت له لم يفعل، فهذا صاحب أماني وصاحب ظنون وأوهام وخواطر، ليس بصاحب نية. فبهذا المقدار لا تصل النية إلى درجة المثوبة من الله تعالى حتى يكون صادقا فيما نواه، باذلا الجهد في تحقيقه، وإذا بدت الفرصة نحو سارع إليه. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كما ترى من أماني كثير من الناس يقول: الظروف عندي صعبة، لو كان تيسر لي كذا كذا لفعلت. فيتيسر ولا يفعل، يقول هذا باقي حاجة، لو كان كذا كذا بفعل، ويجي كذا وكذا ولا يفعل. وهكذا من شان إلى شان، أحيانا يقول لو كنت في البلد الفلاني، وأحيانا يقول لو كنت عند فلان بن فلان وفعل فعل، وأحيانا يقول لو قد بلغت سن كذا كذا وفعل فعل. وكلها أماني يمر عليه ولا يفعل شيء، فهذا ليس بصاحب نية ولا يزكو عمله بالنية ولا يحصل الدرجات بالنيات، وإنما زكت أعمال الصديقين بالنيات. إياكم وهذه الأماني فإنها أودية النوكى، يعني الحمقى،
يقول سيدنا الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذن فهذا تتميم للكلام عن النية، ولا يزال يتابع البيان عن حقيقة إخلاص النية. اقرأ. رضي الله عنكم: العمل الخالص من كل الوجوه عزيز، وهو قليل الوجود، لأن أكثر أعمال البر لا تخلو عن شيء من الهوى وإن قل، ولكن الإنسان قد لا يحس به لخفائه، فهذا العمل الخالص من سائر الوجوه هو الذي يصل إلى الرب تعالى بسرعة، وهو الذي يخرق الحجب، لأنه سيد الأعمال وروحها، وهو العمل، وهذا العمل هو الذي قد عمل بنوع مجاهدة ومشقة، ليس للنفس به تعلق بوجه، وهذا العمل هو عمدة العارفين ومعولهم، فافهم. مثال ذلك: إذا كان العمل صدقة يكون مصرفها إلى من لا يرجى مدحه ولا يخشى ذمه، ولا يكون بمحبة ولا صداقة ولا لسبب من الأسباب التي ترتاح النفس إليه، هذا محض الإخلاص. وإن كانت القربة صلاة، فمحض الإخلاص فيها إحضار القلب من مبتداها إلى منتهاها، وهو أن يجمع الإنسان همه جملة، فلا يغفل قلبه في شيء منها، وهذا عزيز جدا. فهذا هو العمل الخالص حقيقة، فاعلم. فالعمل إما أن يكون على محض الإخلاص، وهو ما تقدم ذكره، وإما أن يكون من سبيل المعروف، وإن لم يكن على محض الإخلاص كأعمال يتعاطاها الناس بينهم محاسنة ومجاملة واتقاء شرور، فهذه أيضا خيرات، لكن لا تصل إلى رتبة العمل المتقدم ذكره. قال رجل للحسن البصري رحمة الله عليه: يا أبا سعيد، إن الرجل يسألني وأنا أمقته فأعطيه حياء، هل لي في ذلك من أجر؟ قال: إن ذلك من المعروف، وإن في المعروف لأجرا. نعم. وحيث حدثنا عن إخلاص القصد لوجه الله الكريم، بين لنا أن ذلك أمر عظيم وشان فخيم، وأنه تدق مجاري الهوى في أعمال الإنسان، ولو كان جهادا في سبيل الله، ولو كان قتلا وتقديم الرقاب للطعن، فإنه يداخل فيها الهوى وقصد غير وجه الله. وقد نبه على ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وقال: من غزا وهو ينوي عقالا فله ما نواه، ليس له من أجر الجهاد والغزو إلا العقال الذي أضمر في قلبه تحصيله من هذا الجهاد. إذن فكون العمل خالص لوجه الله من جميع الوجوه عزيز ونادر وقليل، وهو المسرع الذي يصل إلى الله بسرعة ويخرج الحجوب كلها، إذا لم يبق فيه للعبد أدنى غرض ولا قصد غير وجه الله سبحانه وتعالى. وقد سمعتم مجاهدة المجاهد لنفسه من الصالحين، والذي رتب على نفسه سنة غزو، سنة في الحج، وسنة في العلم، كما رتب ابن المبارك. فهذا الذي رتب على نفسه كان كل سنة إذا جاءت سنة الغزو يجد النفس كارهة للخروج في الجهاد،
مستثقلة له، ولكن بعد سنوات وهو ثابت على قدم الصدق والمجاهدة رأى خفة في نفسه ورغبة في الخروج، فقال: لم ترغب النفس إلا ولها غرض، إلا ولها هوى، إلا ولها مراد. لعل النفس مالت إلى الذكر بين الناس، أيتها النفس، سأذهب هذه المرة في الغزو إلى منطقة لا يعرفك أحد ولا تعرفين أحد ولا يذكرك أحد بجهاد. فوجدها أجابت، قال فيها دسيسة: يا نفس، لعلك تريدين من هذا الخروج تحصيل شيء من الغنيمة، فسأقصد هذه المرة أخطر المواضع التي يسرع القتل فيها فأقدمك لتقتلي. فأجابت: فلم يطمئن إليها وأخذ يلح على الله: يا ربي، اكشف لي ما دافع هذه النفس وما مرادها بهذا الخروج حتى خف عليها على غير المعتاد رغبت فيه. فأراه الله نفسه: نعم، فرأى النفس ما، نعم، ما لك؟ ماذا عندك؟ قلنا لك بنروح بلد بعيد، وقلنا ما ترضين، قلنا بنعرضك القتل ورضيتي، فما الذي حملك على ذلك؟ قالت: أنت بعملك وعلمك وحالك هذا تقتلني في اليوم كذا كذا قتلة، فتعبت معك سنين فقلت أحسن قتلة واحدة ولا قتلات كثير. قال: إلا هذا هواكي، تريدين أن تتخلصي؟ هي هذا السنة ما شي غزو، هذا السنة نقتلش هنا في محلنا، نذوقك هذا قتل. وتأخر تلك السنة عن الغزو يتابع تهذيب نفسه عليه رضوان الله. فانظر كيف دقت العارفين في إدراك خفايا النفس وعللها وعيوبها ومراداتها وإخلاصهم لوجه الله الكريم. وفي الحديث الصحيح سئل نبينا يا رسول الله: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، أيهم في سبيل الله؟ فنفى الجميع وأثبت واحدا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهكذا يقول: قد لا يحس الإنسان بمراد النفس لخفائه، والعمل الخالص من سائر الوجوه يصل إلى الرب بسرعة ويخرج الحجب، فهو سيد الأعمال وروحها، وإليه يلتفت المقربون والعارفون من مثل العمل الذي عمل بنوع مجاهدة ومشقة ليس للنفس به تعلق بوجه. هذا العمل عمدة العارفين، ولهم من الدقائق في هذا أن يقولوا: الله، من أظلم ممن قام بالليل ليستنشق نسيم السحر؟ كيف؟ قال: الذي يطيب له القيام فتتروح روحه فيتتبع هذه اللذة فيقوم من الليل، ولكن غاب عنه المقصد الأعلى من إرادة وجه الله وجبره، وما تلذذ به من استنشاق نسيم السحر هو الذي حمله على القيام. فقالوا: هذا من أظلم من هذا؟ يقولون: أي صرف مقصود القيام من إرادة وجه الله إلى تلذيذ نفسه بشيء مما أنست به وألفته في هذه العبادة إلى هذه الحدود. ويقولون: قصدنا المعبود لا ما نجده ونستروح إليه ونستلذه، وإن كان من الخير المحض. وهذه تسمى حجب الأنوار، حجاب من نور،
كما أن هناك حجب ظلمات، حجب الظلمات فيقطعونها ويتجاوزونها فتعترضهم حجب الأنوار فيقطعونها أيضا، تسمى حجب الظلمات بالحجب الكثيفة، وحجب الأنوار بالحجب اللطيفة. قال سيدنا الحداد: فاقطع الحجب الكثيفة بالسير عنها غير مقتصر، واقطع الحجب اللطيفة بالسير فيها غير مغترر. فالجهل والغفلة وأنواع المعاصي من الأمن من مكر الله ومن سوء الظن إلى غير ذلك حجب كثيفة ظلمانية يجب قطعها بالسير عنها، ليس فيها سير عنها. والحجب اللطيفة حجاب التوبة، حجاب العلم، حجاب الزهد، حجاب، فهذه تقطع بالسير فيها. واقطع الحجب اللطيفة بالسير فيها، اقطع الحجب الكثيفة بالسير عنها، اقطع الحجب اللطيفة بالسير فيها غير مغتررِ. فإذا جاوزت مرتقيا سدرة الأسرار والقدر فتوقف وانتظر علما من علوم الأمر والذكر، واحتفظ بالشرع واسع به حكم رب العرش في الصور. أين علم الكشف؟ قال من نظري. أين رأي العين من خبر؟ أين العين الكشف من نظري؟ أين رأي العين من خبر؟ أين رؤي العين من خبر؟ أين علم الكشف من نظري؟ الله يعلمنا الإخلاص ويرزقنا كمال الإخلاص، ولن يبلغ كمال الإخلاص إلا من كان مخلصا، فمهما كان مخلصا فلن ينتهي إلى كمال الإخلاص وذروته حتى يكون مخلصا. المخلص هو الذي يخلص الله له في شؤونه ورعايته وعنايته، والمخلص هو الذي من نفسه يجتهد ويبذل، فمهما اجتهد تبقى خفايا لا يدركها حتى يكون مخلص يخلص الله له. وعندنا في القراءات السبع في سورة الصافات إنه كان من عبادنا المخلصين، وفي قراءات إنه كان من عبادنا المخلصين، من عبادنا المخلصين. وقال الله تعالى في وصف جماعة من أنبيائه: إنا أخلصناهم، لم يقول إنهم أخلصوا، قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فلن تبلغ كمال الإخلاص مهما كنت مخلصا حتى تكون مخلصا، ويتولاك هو جل جلاله. وفي هذا سمعتم قولهم: لو كان الإنسان لا يصل إلى الله حتى تتم تصفيته وخلاصه كاملا من جميع الشوائب والمعايب لم يصل أحد، ولكن إذا علم صدقه واجتهاده وتنقيه بحسب استطاعته أخلص له وتولاه فأوصله إليه بما كان منه إليه لا بما كان منك إليه. أما ما كان منك إليه من أنواع الاجتهادات فقد قال سيدنا عبد القادر الجيلاني: بك لا نصل، ولا بد منك، بك لا نصل. وخاطب الأعمال والإجتهاد قال: بك لا نصل، لكن لا بد منك، لا بد منك، والوصول ليس بك، لكن هو يجتذبنا يوصلنا. ولهذا مهما كان السالك في سلوكه مجدا مجتهدا مخلصا مواظبا فلن يصل حتى يجذب
يجذبه الرحمن إليه. وقال سيدنا الحداد: نور السلوك ونور الجذب قد جمع، فأشرق بين عباد وزهاد، فما لم يجذبك إليه فاجتهادك لن يصل بك إلى حقيقة. وهذا من معاني قوله: إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، مع ما ورد: واكتسموها بأعمالكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، لابد منها، ولكن ليس دخول الجنة بها ولكن برحمة الله. فكذلك الوصول إلى الله تبارك وتعالى برحمته وفضله. قال مثاله: إذا كان عمل صدقة، إذا يصرفها إلى من لا يرجو مدحه ولا يخشى ذمه، ولا بينه وبين علاقة ولا صداقة، ولا يذكر أحد بشيء، فهذا فقد الأسباب التي ترتاح لها النفس. فالصدقة هذه خالصة من الوجوه كلها، سريعة الوصول إلى الله. قال: إن كانت مثلا صلاة محض الإخلاص فيها، إحضار القلب مع الله من التحريم إلى التسليم، ألا يخطر على قلب غيره؟ فإن خطر على قلب غير الله خاطر فقد شاب العمل شائبة وليس بمخلص، لم يخلص الصلاة. ها، وهكذا الحب جيلاني المشهور عليه رحمة الله: وكنت أشكو من الوسوسة الخطر والصلاة، هذا في بداية الأمر، ولكن صارت خالصة ما فيها شيء من أولها إلى آخرها. وهكذا يكون حال الصادقين العارفين، ينتهي إلى كمال الإخلاص. فمحض الإخلاص في الصلاة أن لا يمهزج خاطره غير الله في لحظة من لحظات الصلاة من أولها إلى آخرها. انتهى حال بعض المخلصين المخلصين، أن قيل: لا تحدث نفسك في الصلاة بشيء، قال: وهل شيء أحب لي من الصلاة حتى أحدث نفسي به فيها؟ لو كان شيء أحب لي منها ربما فكرت فيه، لكن هي أحب شيء لي، فكيف أفكر في غيرها وأنا فيها؟ قال سيدنا المصطفى: وجعلت قرة عيني في الصلاة. صلى الإمام حامد بن عمر حامد في بعلوي، كان يصلي النفل وقت الضحى، فتخاصم الناس تحت المسجد وتشاجروا وتصايحوا ثم تقاتلوا، وجاء أهل السوق من ضجيجهم حتى فرعوا بينهم وأصلحهم، ثم خرج هذا من المسجد بعد انتهى هذا كله، فرأى آثار دم وحرق، قال: إيش هذا؟ إيش حصل هنا؟ قالوا: أنت فين كنت؟ قال: في المسجد. قال: إيش في المسجد؟ من محل بعيد جينا، من أثر ما حصل وأنت في المسجد ما شعرت؟ قال: ما شعرت بشيء. إيش كنت تعمل؟ قال: في الصلاة. كنت في الصلاة، فلا درى بالصياح ولا بقتال ولا، وهو يصلي، ها، كما كان يصلي مسلم بن يسار في جامع، وسقطت اسطوانة من في المسجد دوق كبيرة، وكان لها هجة ورجة، جاء لها أهل السوق اجتمعوا حولها، فلما سلم من الصلاة قال: ما للناس مجتمعين؟ قال: ما للناس مجتمعين، جيت انت فين كنت؟ وسط المسجد، ولكن ما شعر بسقطة الاسطوانة ولا برجتها ولا بشيء من ذلك. واشتعلت النار في بيت سيدنا علي بن الحسين وهو ساجد ولم يشعر، وجاء الناس يصيحون: يا ابن الحسين، يا ابن بنت رسول الله، يا علي، يا زين العابدين، وما يتحرك في سجوده حتى انتهى من سجدته وارتفع فسلم، وإذا بالناس مجتمعين حول البيت ويزيحون والنار ملتهبة. قال: متى اشتعلت هذه النار؟ ها،
وما اشتغلت كنا من وقت كذا نصيح عليك ما شعرت؟ قال ألهتني عنها النار الكبرى، ما عاد شعرت بهذه. مدوا له حبل واخرجوه من الجانب الثاني وهم يطفئون هذه النار. عليه رضوان الله سيدنا عروة بن مسعود احتاجوا إلى قطع رجله، وقال تتناول شيء يبعد حسك حتى لا تحس ألم القطع. قال معاذ الله أن أتناول ما يحجب عقلي وقلبي عن التفكير في عظمة ربي ولا لحظة. قالوا هذا ضرورة، كيف نقطع رجلك؟ قال إذا دخلت الصلاة فإني لا أحس بشيء، فإذا كنت في التشهد سأمد رجلي فافعلوا ما شئتم. فدخل الصلاة وفي أثنائها مد رجله فقطعت وضمدت وهو لا يشعر، ثم سلم وجدها مقطوعة. قال قطعتموها أحسنتم، ولكن منين جاء هذا؟ حملوها يريد دفنها، فقال اللهم إنك تعلم أني لم أمشي بها إلى معصية منذ أسلمت، خذوا الرجل هذه ادفنوها. قال ما مشت إلى معصية منذ أسلم، ما خطت خطوة في معصية. فهذا القلب حاضر مع الله تعالى. من وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت. وقالوا لبعض الصالحين أيجد حلاوة العبادة من يعصي الله؟ قال لا، ولا من يهم بالمعصية. الله أكبر، لا إله إلا الله. فكان حاله مستجمعا، هذا الاستجماع، وكان معه ولدان. فوصلوا به إلى البيت فنادى أحد ولديه، فالولد كان في السطح وسقط من السطح ومات، فما دروا كيف يقولوا له، رجله الآن قطعت، واحد من الأولاد مات. فلما أكثر السؤال عليه قالوا احتسبه عند الله. فقال اللهم لك الحمد، وهبت لي رجلين أخذت إحداهما وتركت لي الأخرى، فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت، ووهبت لي ولدين أخذت أحدهما وأبقيت لي الآخر، فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. وذبوا قلب فوق الحوادث وفوق النوازل وفوق الظروف لتعلقه بالحي القيوم جل جلاله. هكذا شأن الإخلاص لله جل جلاله وتعالى في علاه. فالعمل إما أن يكون على محض الإخلاص وهو ما تقدم ذكره، والله يجعل لنا نصيب منه، لا نخرج من الدنيا إلا وقد أكرمنا الله به ومكاننا فيه إن شاء الله. إما أن يكون من سبيل المعروف، وإن لم يصل إلى هذه الدرجة كأعمال يتعاطاها الناس بينهم محاسنة ومجاملة يحصلون بشيء من الثواب، لكن أين هو من العمل الرفيع الخالص هذاك؟ ها؟ قال كما سئل الحسن البصري نفسه يا رسول الله، يا أبا سعيد، الرجل يسألني وأنا ما أحبه قلبي ولا أميل إليه، لكن أستحي وأعطيه، هل في لي أجر؟ قال إن ذلك من المعروف، وإن من المعروف الأجر أن تعطيه وإن كان نفسك غير محبة له، لكنك ما دام بذلت من أجل لك. ولكن هذا ما يبلغ درجة العمل الخالص من جميع الوجوه، وإن كمال الإخلاص لله في ركعة يوجب الخلاص الأبدي. فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قراني. قال حب علي بن شهاب وكتبت إلى والدي وكان في أرض اندونيسيا
وأني مواظب على طلوع إلى مسجد المحضار كل ليلة من ليالي رمضان حضور الحزب والتراويح. قال فكتب لي من هناك، قال يا ولدي أخبرتنا بأنك مواظب على الطلوع إلى مسجد المحضار تطلع من النويدرة من بلادكم، ولكني أسألك وأرجوك تفتش عن نفسك، لما تقصد؟ ماذا تقصد بطلوعك؟ أتقصد بذلك كثرة الخطوات ونيل الأجر بذلك ومن المقصد كذا كذا، أم لأن الأمر لقبيلتكم الشهاب في المسجد وأنت تستروح بكون الأمر لكم في المسجد تطلع؟ ما تقصد بهذا الطلوع؟ وذاك من اندونيسيا يهذب النية الولد هنا، يعني تقول روح فتش على نيتك وانظر ماذا تقصد بهذه الخطوات وهذا الطلوع وإخبارك لي أنك تطلع إلى هذا المسجد. فما أدق تربيتهم وما أحسن توجيه نظرهم، فبذلك تخرج القوم الذين إذا رؤوا ذكر الله جل جلاله ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني. وقالوا لبعض العارفين من العلماء من أهل سيئون، الولد يريد السفر من أجل مساعدتكم في بعض الحاجات، قال لكن بتفوتوا الدروس وحضور مجالس الذكر، قال يطلب منكم الرخصة وإن شاء الله يعود وهو في سفره ما ينقطع عن الدروس إن شاء الله بحسب المستطاع ويرجع إليكم ويواصل. قال لكن مهما حصل لنا وجاب لنا من الأشياء ما أظن تعوضه عن حضوره في الدروس معنا والمجالس. قال يطلب منك الإذن، قال ما يريد الإذن من عندي رخصة. سافر واشتغل حتى حصل على شيء من الماء، فأرسله إلى بعض أهل التجارة في سيئون، شل المال وجال عند سيد سلم عليه يقول له ولدك فلان جاءت منه رسالة، قال أنا حسرت عليه مسكين فاتته الدروس والمجاز، كم فوت في أثناء سفره، ما بيتمكن ظروف كثيرة بتجي ويفوت ساعات كثيرة، فلو كان عندنا لأدرك من سر المجالس وما يتنزل فيها. العجيب شوفوا، أرسل بعض مبلغ لكم، قال مسكين فاتته الدروس، شوف الآن موجود تحت يتم، قال مسكين الولد فاتت عليه الدروس. العجيب ولا التفت إلى شيء، رجع الفلوس معه إلى الدكان وقال لأهله حاجاتكم اللي تحتاجونها معنا مبلغ من ولدكم هنا تعالوا بصرفها عليكم، أما أبوه فما هو حول فلوس ولا غيرها ولا عاد قدرت أعطيه إياها، أما شفت كلامه بهذه الصورة فخلوكم عندي الفلوس حقكم وأنا بقطع أي شيء تحتاجونه بأشتري لكم وبقطعها لكم من الفلوس. فقال صدق عليهم قوله من فتة ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني. وذهب أحدهم إلى الحج وكان والده قد توفي بمكة، توفي وترك يسير من المتاع، فالذي عنده في مكة من أهل الخير والورع بقي يترقب وقت الحج من أجل المتاع، هذا إرث يوصله إلى أصحابه. فقال بيجي وقت الحج وبيجي من بلده ناس، فبنرسل هذا الذي خلف لأولاده ولورثته هناك. فصادف أن جاء الولد نفسه، ولد المتوفى، وأخذ يسأل الحجاج لما وصلوا من حضرموت، قالوا حد من أهل سيئون؟ قالوا نعم. قال حد يعرف فلان بن فلان؟ قالوا ولده هذا جاء. والحمد لله أذن جاء ولده نسلمه، وسأل عن ولده حتى لقيه، جاء وعظم له الأجر في والده وقال شوفوا خلف كذا كذا عندنا من هذا أمانة نسلمها لك. قال أنا الآن خرجت من بلادي قطعت المسافة لله وللحج، يوم قد وصلت هنا بتغير علي نيتي، شل التركات وعمل
قال لا إله إلا الله ما أكو كذا، أنت خرجت لله، لكن هذا حق من الحقوق لكم تأخذه. قال اسمع لا تعطل علي نيتي ولا قصدي. لا كيف أعمل؟ قال تصرف، أنا لا بأخذ شيء منك ولا بستلم شيء، أنا فزعان على قلبي يتحول مني، أنا جيت لنية بكملها وبرجع لبلادي ولا ذرة بستلم منه. قال يا هذا ما يغير هذا نيته. قال أنا أعرف بقلبي روح لك. حاولوا ما رضي، فرجع لبعض أصحابه اللي جمعوا، قال هذا إيش من أدمي هذا، ما كنت مش من إنسان. قال بهذه الصورة إيش قال كذا، قال خلها حتى نحن بنستلمها منك بنوصلها، إذا قدوا في البلاد هناك قدوا حق من الحقوق بيقسموها على الورثة ويأخذون. وهذا مراعي دقائق أحواله، فلا لا تكلف عليه ودونا. نحن نستلمها منك. قال خذوا سلمهم إياها وهو ما رضي يستلم. قال قلنا وصلت لهنا مخلص الرب، ذحين بتدخل علي هذا النية حقك الثانية. قال أنا بيتغير قلبي، خرجت تدور تركة أبوي، أنا خرجت حج بيت ربي وزور نبيي، ما خرجت دور الطريقات. فانظر إلى أي مبالغ يبلغون عليهم رضوان الله. عسى الله يتداركنا وإياكم ويقسم لنا بنصيب وافر من هذا الخير العظيم الرفيع القدر عند الله تعالى، ويجعلنا من عباده المصطفين الأخيار، يخلصنا بخالصة في محبته ومودته وقربه. الله يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، ويرزقنا حميد النيات في جميع الحركات والسكنات، فيما ناتي فيما ندع فيما نصرف فيما نفعل فيما نكسب وفيما نعطي، يجعل لنا نيات صالحات ومقاصد حسنات وإرادة لوجهه الكريم، وأن يخلصنا من الشوائب، يرفعنا عليه المراتب في خير لطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.